كل ملابسك اسود؟ مو كل ملابسي اسود، يعني بيها الوان بس مو الوان يعني غير الوان، يعني الوان مميزة، يعني اسود الرصاصي شلون تقول الاخضر. ايش شنو شغلك؟ منو انت؟ انا خريج معهد اعلام. معهد اعلام، وشنو تشتغل يعني شغلك؟ شغله محل تليفونات. محل تليفونات حلو. بدل الشاشه بلاش دلل. سؤالي لك، شو وقت اخر مره انخذلت؟ شو وقت اخر مره انخذلت؟ أيوة. قبل سنه. شنو هذا الموقف؟ سولف لي. من شخص معين. يعني اسعوف الشخص من هو، احكي لي الموقف. صارت قصه خيانه. خيانه بينك وبين الحبيب؟ أي. والطرف الثاني هو اللي الطرف الثاني خانك لو خذلك؟ لا خيانه. خانك؟ اي. يعني خلي شوي نحكي اكثر. يعني هي الخيانه نفسها الخذلان. ما احيانا الخذلان ممكن الخذلان اسامح ممكن. لكن الخيانه ماكو بمسامحه بيها. طبعا الخيانه كانت من حبيبتك. اي. اللي هي كنت ناوي انه انت على زواج وخطبت وهاي خطبتها؟ اي. والله يا ابوي. ايه فصارت بعد. ما اعرف، ما اقدر اسالك سؤال ثاني. زين شلون تلقيت هاي التجربه؟ شلون ردت فعلك؟ يعني جتني فتره مريت بحاله نفسيه. شلون كشفت الخيانه؟ وراء عن طريق شخص. اي شفت بعيني. والله؟ والله يا ابوي صعبه. اي والله بعينك؟ كلش. اي والله والله. الله يعينك. الله يسلمك. الله يساعدك. مو حقي البس اسود على اثنين؟ لا بس انت لازم الحياه تستمر ولازم تكابر ولازم تكمل طبعا، ولازم تثبت لها ولكل واحد فرح بوضعك انه انا كملت وكذا وارتبطت وتزوجت. انا الحمد لله بقى، انا من ناحيه الطموح انا طموح كلش. شنو طموحك؟ طموحي مقدم برامج. والله؟ والله. هاك هذا المايك، يلا اسالني. يلا شفت مقدمة الحلقة غير؟ يلا ابدي. مقدمة؟ اي يلا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا وياكم بحلقة جديدة من برنامج المحلة. اي تمام. اهلا وسهلا استاذ. اهلا وسهلا حبيبي. شلونك؟ انا بخير ذاته بخير. وضعك شلونك؟ والله ماشي الحمد لله على الله. متزوج لو ما متزوج؟ اي متزوج الحمد لله. وعندي عندك اطفال؟ اي الحمد لله. الله يحفظهم. شنو شغلك؟ شغلي يعني كاسب. الله يرزقك ان شاء الله، الله ويرزق الجميع. انت كشخص مشهور. كاسب شلون؟ يلا اوكي يلا شغل اعلام، يلا مقدم برامج. شغلك مقدم برامج. اوكي. هل واجهت صعوبات بهاي المهنه؟ طبعا اذا انت ما تواجه صعوبات ما تقدر تحقق احلامك. ماكو شيء يجي بدون فشل. مو؟ ابد ابد، ماكو شيء سهل. طبعا. زين شنو اكثر ضيف مر عليك حبيته؟ كل الضيوف احبهم واخرهم انت. شكرا جزيلا، شرفتني واتمنى لك كل التوفيق. يوفقك. الله يسلمك. انتظر تدزي دعوه لزواجك ان شاء الله. اوكي انت اول واحد. انا وكل المشاهدين الكل مدعوين.